الثامنة مساء الساعة في أبوظبي، نحن معكم مباشرة من مركز أخبار قنوات أبوظبي. أحييكم أنا حامد المعشني، ونبدأ النشرة بأبرز العناوين حتى الساعة. رئيس الدولة ونائبه يهنيان رئيس غينيا بيساو بذكرى استقلال بلاده. عبد الله بن زايد يلتقي سيرجي لافروف في مقر الأمم المتحدة لبحث العلاقات الراسخة والشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وروسيا. طاب مساءكم بكل الخير أينما كنتم، أهلا بكم إلى علوم الدار الثامنة. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الجنرال عمرو سيسوكو إمبلاو رئيس جمهورية غينيا بيساو بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الجنرال عمرو سيسوكو أمبالو. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي نينو جوميز نيبام رئيس وزراء جمهورية غينيا بيساو. يواصل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي لقاءاته بعدد من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في نيويورك عددا من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة. التقى سموه معالي الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين في سوريا، ومعالي ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المغرب، ومعالي ستانلي كاكوبو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في زامبيا، ومعالي دونيكا غارفالا نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين في كوسوفو. كما التقى سموه معالي بيلا وال بوتو زرداري وزير خارجية باكستان. وتركزت مباحثات سموه مع أصحاب المعالي الوزراء على عدد من القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة 77 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومنها الأمن الغذائي والطاقة المتجددة والتعاون الدولي في مواجهة التغير المناخي، بالإضافة إلى جهود تحفيز النمو الاقتصادي العالمي. كما جرى بحث علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية ومجالات التعاون المشترك بين دولة الإمارات وهذه الدول في عدة قطاعات، ومنها الاستدامة والطاقة المتجددة والاستثمارية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والأمن الغذائي وغيرها من المجالات. كما التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. بحثت خلال اللقاء العلاقات الراسخة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية في المجالات كافة. تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه التطورات الإقليمية والدولية، ومنها الأزمة في أوكرانيا. وفي هذا الصدد جدد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان تأكيده على استعداد دولة الإمارات التام لدعم جميع الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للنزاع. كما بحث سموه ومعالي سيرجي لافروف الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، منها ملف أسواق الطاقة والغذاء وأهمية استقرارها للاقتصاد العالمي. كما التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي رالف جون ساليفز رئيس وزراء سانت فينست وغرناندين. بحث الجانبان خلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة مسارات التعاون المشترك بين دولة الإمارات
وسانت فينيست وغرينادينا وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. كما استعرض القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة 77 من الجمعية العامة، ومنها التغير المناخي والجهود العالمية لمكافحته وأهمية نشر حلول الطاقة المتجددة. وناقش اللقاء المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتم تبادل وجهات النظر بشأنها. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي سعادة الدكتورة سيما بحوث وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك على هامش أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وخلال اللقاء الذي عقد في مقر البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ناقش الجانبان أجندة تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وأهمية الدور المجتمعي في هذا الصدد. استعرض الجانبان جهود دولة الإمارات في مجالات تمكين المرأة والتعاون المشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ودولة الإمارات، كما بحثا دور المرأة في منع النزاعات وحلها وبناء السلام، وذلك في إطار مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن التي تنفذ بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة. يعيش سكان مقاطعة دار النعيم في العاصمة الموريتانية نواكشوط أوضاعا إنسانية صعبة بعد أن غمرت مياه الأمطار مساكنهم، مما اضطر كثيرين منهم للنزوح لمراكز إيواء، وهذا ما جعل عمدة البلدية يطلق نداء استغاثة عاجلة لإغاثة المقاطعة. وكانت مبادرة المليار وجبة أول جهة خارجية تتجاوب مع ذلك النداء لتوزيعها 5000 سلة غذائية على السكان المتضررين. مراسلنا في موريتانيا وهذا المشهد الإنساني. دار النعيم، تلك المقاطعة العائمة والمنكوبة جراء مياه الأمطار، فبعد نداء استغاثة أطلقته سلطاتها البلدية سجل أول تجاوب إنساني من طرف مبادرة المليار وجبة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. الإمارات العربية المتحدة دائما سباقة في فعل الخير، وعلى الموريتانيين ما هو أول شيء تعدلوا لهم ولا هو أول مساعدات تعدل للموريتانيين، معناها أن نذمن أعمال الخير اللي تعدل دولة الإمارات في موريتان. أوضاع صعبة يعيشها آلاف السكان هنا جعلت مبادرة المليار وجبة تستهدفهم بثالث حملاتها في موريتانيا في إطار شراكتها مع شبكة بنوك الطعام الإقليمية وبنك الغذاء الموريتاني. نغتنم هذه الفرصة لنشكر سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم على هذه المساعدات. هذا التدخل له طبعا طابع خاص، لأنه أولا جاء تلبية لنداء أطلقه عمدة هذه البلدية. إنه العطاء الإماراتي في أبهى صوره وأعمق تجلياته يثلج صدور هؤلاء السكان الذين عودتهم الإمارات على مساعداتها السخية في السراء والضراء. والله إذا شاكر الإمارات العربية لهذه المبادرة اللي عدلت، والله إذا شاكر إذا البنك اللي مولي عدل هذا التدخل اللي هو السري. رأينا شاكرين دولة الإمارات وشاكرين محمد بن رشيد، ما شاء الله رأينا جابرين استفدنا. أحياء شعبية غمرتها المياه بكاملها، منهم من تم نقله لمراكز إيواء مؤقتة ومنهم من ينتظر، لكن مبادرة المليار وجبة وصلت حتى لهذا الطفل الذي ولد للتو في هذه المدينة العائمة. في حملتها الثالثة في موريتانيا، مبادرة المليار وجبة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد تسجل أول استجابة إنسانية لإغاثة هذه المنطقة التي غمرتها مياه الأمطار وشردت سكانها. لقنوات أبوظبي، محمد عبد الرحمن محمد فعل، بلدية دار النعيم، العاصمة الموريتانية نواكشوط. يبقى العطاء ثابت في نهج الإمارات، ويبقى الإنسان أينما كان محل اهتمام الإمارات وقادتها. علوم الدار الثامنة مستمرة بعد الفاصل. اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، خفض السرعة إلى 100 كيلومتر في شارع الشيخ زايد
شارع القرب. أوقف دائرة العنف وتواصل معنا على 800-7283. حمل التطبيق الآن وكن باعثا للأمل. صباح الخير. الله يحفظك يا يمه. خالد تقابض التليفون على شو؟ ميت متابع ما عندك يا اخي، حتى اخبارك بايته. شو تقولين؟ باص ولدي احمد؟ انت متاكده؟ الحق علي يا ابو احمد، باص ولدك سوى حادث باص المدرسه. أنا شفت في النت باص مدرسة بسوي حادث. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. ظهرت الشاع. لازم نحن نعرف مصدرها من وين. أنت متأكدة باص المدرسة ما سوى حادث؟ ما في شيء. اللهم لك الحمد. حددنا موقع يا سيدي. حكمت المحكمة حضوريا بحبس المتهم 3 سنوات والغرامة 500,000 درهم مصادرة الهاتف النقال المستخدم بالجريمة. لما يكون 80% حليب بهذا الطعم، حبة واحدة من دانيت ما تكفي. مع القوام الكريمي الرائع ولذ النكهات، أحلى الأوقات تبقى مع دانيت. الصافي دانون. Why are more and more businesses choosing Abu Dhabi Global Market as their home? Is it the high business standards the city offers? Or because it's the true financial powerhouse of the UAE? Offering stability, scoring first, and mastering the art of finance for generations, ADGM sits in the heart of the Abu Dhabi economic vision, investing in sandbox environments and a modern infrastructure for digital banking. Step through the gateway into the future. Enjoy a business-friendly culture within a globally connected strategic location. Get on board a fast-moving economy powered by the leading financial center in the UAE's capital. Abu Dhabi Global Market, your business capital. دائرة العنف وتواصل معنا على 800-7283. حمل التطبيق الآن وكن باعثا للأمل.
أهلا بكم من جديد إلى علوم الدار الثامنة مباشرة من مركز الأخبار. تعزيزا للسلامة المرورية واعتبارا من بعد غد الاثنين، أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع اللجنة المشتركة للسلامة المرورية عن خفض السرعة على شارع الشيخ زايد بن سلطان شارع القرم من جسر الشيخ زايد إلى تقاطع قصر البحر بالاتجاهين. ودعت شرطة أبوظبي سائقي المركبات إلى الالتزام بلوحات السرعات الجديدة والحرص على القيادة الآمنة، لافتة إلى أن الدراسات بيّنت أن خفض السرعة سيؤدي إلى تحقيق نتائج إيجابية تعكس أو تنعكس على الوضع المروري وتسهم في الوقت نفسه في الحد من وقوع الحوادث المرورية وتحسين انسيابية الحركة أوقات الازدحامات المرورية. ولتفاصيل أكثر عن خفض السرعة إلى 100 كيلومتر في شارع الشيخ زايد شارع القرمة اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، ينضم إلينا عبر الهاتف الرائد عبد الله حمد الغفلي رئيس قسم أجهزة الضبط الآلي بشرطة أبوظبي. الرائد عبد الله، بداية يعني ما هي دواعي خفض السرعة على هذا الطريق بالذات، وهل هي نتيجة دراسات أو نتائج معينة؟ أولا أحب نشكركم على استضافتنا واهتمامكم بكل ما في مصلحة تحسين مستوى السلامة المرورية في إمارة أبوظبي القحامة. طبعا شارع الشيخ زايد يعتبر طريق شرياني رئيسي في مدينة أبوظبي، وقد يكون هو الوحيد تحت تصنيف الطرق الشريانية في مدينة أبوظبي مديرة أبوظبي، ويشهد طلب عالي عليه معظم الأوقات مقارنة بالطرق الأخرى. وأي حادث مروري أو عرقة للسير يؤدي إلى توقف الحركة بشكل كلي على هذا الطريق. طبعا الهدف من التخفيض هو الحفاظ على السلامة العامة من خلال تقليل أعداد الحوادث المرورية أولا، وبنضيف لذلك أن تقارب سرعات المركبات من سرعة الطريق يقلل من السلوكيات السلبية المؤثرة على انسيابية حركة السير، كالانحراف المفاجئ وتجاوز الخاطئ وتغيير المسار المفاجئ. لذلك أوصت دراسات السرعات على هذا الطريق بتخفيض السرعة بما يتناسب مع متوسط السرعات على الطريق. إذن هذا القرار سوف يطبق رسميا من الاثنين المقبل؟ نعم بإذن الله. بإذن الله تعالى. ما هي رسالتكم الرائد عبد الله للسائقين، رسالتكم للمجتمع بشكل عام؟ نحن ندعو السائقين سائق المركبات الالتزام بلوحات السرعة الجديدة والحرص على القيادة العامة. ونضيف لذلك دعوتنا إلى الأخوة اللي هم أصحاب المركبات البطيئة السير أنها تأخذ الحارة اليمنى وعدم بقاء في الحارة اليسرى. طبعا لأن الحارة اليسرى تعتبر حارة سريعة، وكثير في كثير من الأحيان يصير عندنا تذمر من سائقي المركبات بسبب وجود مركبات بطيئة. نعم. على هذه الحارة. نحن دعوتنا للجمهور التقيد بالسرعات وكذلك افتح الطريق للمركبات ذات الأولوية القادمة من الخلف أو من جهة اليسار في جميع الأحوال. أتمنى لكم بإذن الله تعالى توفيق دوما لخدمة الصالح العام. الرائد عبد الله حمد الغفلي رئيس قسم أجهزة الضبط الآلي بشرطة أبوظبي، شكرا لانضمامك لعلوم الدار الثامنة. وبعد الفاصل في علوم العالم نتابع. رغم الانتقادات الغربية لاستفتاء في 4 مناطق أوكرانية في شأن الانضمام لروسيا يدخل يومه الثاني. تطبيق الآن وكن باعثا للأمل. أوقف دائرة العنف وتواصل معنا على 800-7283. لما يكون 80% حليب بهذا الطعم، حبة واحدة من دانيت ما تكفي. مع القوام الكريمي الرائع ولذ النكهات، أحلى الأوقات تبقى مع دانيت.
الصافي دانون. ريدبول بيعطيك جويني. مو كل الحليب زي بعضه، الصافي سوبر حليب الجديد الوحيد مع 50% بروتين أكثر من الحليب الطازج 100%. الصافي دانون. نمر طوال حياتنا بتجارب مختلفة، بعضها يكسرنا وبعضها يغيرنا بشكل أو بآخر، لكن بالقليل من الرعاية والعطف والحب يمكننا إصلاح من كسر عند الآخرين وجعلهم قادرين على الوقوف من جديد. مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية إيواء، نقدم خدمات متكاملة هدفها إعادة بناء الأفراد نفسياً وجسدياً. نعطي الأولوية للتعافي والتمكين من خلال برامج إعادة التأهيل، والتي تشمل العلاج الاجتماعي والنفسي والإرشاد الأسري والدعم القانوني. ومن خلال خدمات الرعاية الصحية الشاملة للتقييم والرعاية الطبية، بالإضافة إلى دور الإيواء لدينا والتي تعتبر ملاذاً آمناً للجميع. وعندما تكتمل عملية تمكين الأفراد نحرص على إدماجهم مجدداً في المجتمع. وفي كل يوم نجمع الأجزاء المكسورة ونسعى لتحويلها إلى قطعة من الجمال. أوقف دائرة العنف، اتصل بيواء. تطبيق الآن وكن باعثا للأمل. أوقف دائرة العنف وتواصل معنا على 800-7283. أينما كنتم أهلا بكم من جديد. العلوم الدار الثامنة من مركز الأخبار، الآن إلى علوم العالم حتى الساعة. يدخل التصويت يومه الثاني في 4 أقاليم أوكرانية تسيطر عليها روسيا في استفتاءات تمت الدعوة إليها سريعا في شأن انضمام تلك الأقاليم لروسيا على الرغم من الانتقادات الدولية. نشرت وسائل إعلام روسية رسمية صورا تظهر مزيدا من المواطنين عند مراكز الاقتراع اليوم، ويجرى التصويت في المنطقتين الشرقيتين لوهانسك ودونتسك وكذلك في زوبورجيا وخيرسون في الجنوب، ومن المقرر أن يستمر حتى الثلاثاء، وعلى ضوء نتيجته تشير لموافقة الأغلبية على الضم. يقول الكرملين إن عملية الضم ذاتها يمكن أن تحدث سريعا بعد ذلك. في موضوع آخر، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم أنه يتعين التعامل بحزم مع الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد بعد وفاة شابة احتجزتها ما يسمى بشرطة الأخلاق الإيرانية، في الوقت الذي يتسع فيه نطاق هذه الاحتجاجات إلى معظم أقاليم البلاد البالغ عدده 31 أقليما. فيما نقلت وكالات أنباء إيرانية عن وزير الداخلية قوله إن الفحوصات الطبية تظهر عدم تعرض الشابة مهاسة أميني للضرب. هذا وقتل 35 شخصا على الأقل في الاحتجاجات التي اندلعت منذ أكثر من أسبوع في إيران بعد وفاة الشابة مهسة أميني، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية. وخرج المتظاهرون إلى شوارع المدن الكبرى في إيران 8 ليال متتالية منذ وفاة الشابة الإيرانية،
هذا واعتقلت الشرطة الإيرانية أكثر من 739 شخصا في محافظة واحدة خلال أكثر من أسبوع من الاحتجاجات، بينهم 60 امرأة. لقي 89 شخصا حتفهم في كارثة غرق مركب كان يقل مهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل السورية، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري اليوم في حصيلة جديدة. وتزيد حصيلة الضحايا تباعا منذ إعلان غرق الزورق أول أمس، وكما تعد الأعلى منذ بدء ظاهرة الهجرة غير الشرعية انطلاقا من لبنان. ونقل 20 ناجيا فقط إلى مستشفى في طرطوس، كما عثر على غالبية الضحايا قبالة جزيرة أرواد وشواطئ طرطوس. إلى هنا نصل بكم إلى ختام علوم الدار الثامنة، ولكن قبل الختام دعوني أذكركم بأبرز العناوين. رئيس الدولة ونائب يهنيان رئيس غينيا بيساو بذكرى استقلال بلاده. عبد الله بن زايد في نيويورك يلتقي سيرجي لافروف في مقر الأمم المتحدة لبحث العلاقات الراسخة والشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وروسيا. دعونا نلتقي في 9 مساء بتوقيت أبوظبي وعلوم الدار 9. إلى اللقاء.